اهلا بكم معنا في هذه التغطيه المباشره معكم والمستمره على اون لايف. منذ قليل حدث انفجار في خط الغاز الرئيسي بشارع 90 في منطقه القاهره الجديده. ترى كيف حاله المرور في هذه المنطقه الان؟ لان هذا الشارع يعتبر من الشوارع الرئيسيه في منطقه التجمع الخامس. ينضم الينا مباشره سياده العميد عماد حماد، مدير اداره الاعلام بمرور القاهره. سياده العميد اهلا بك، وهنا اتحدث ونحن نعرض هذه اللقطات ل انفجار خط الغاز في شارع 90. هل أثر هذا الانفجار لخط الغاز على حركة المرور في شارع 90، وخاصة أنه يعتبر من الشوارع المزدحمة والرئيسية والمهمة في القاهرة الجديدة؟ هو التصحيح بس بالنسبة للمكان، هو في الطريق طريق نعم سيادة العميد، يبدو أن الاتصال قطع مع سيادة العميد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بمرور القاهرة. وكما نرى في هذه اللحظات، هذه مشاهد منذ قليل عندما انفجر خط الغاز في شارع 90 بالقاهرة الجديدة. كان سيادة العميد يود أن يتحدث حول يعني النقطة التي حدث فيها ذلك الانفجار لخط الغاز، النقطة الأساسية. وكما نرى هنا ألسنة اللهب وهي تتصاعد، والأدخنة أيضا من هذا الخط. يعود إلينا مرة أخرى صوت العميد عماد حماد مدير إدارة الإعلام بمرور القاهرة هاتفيا. سيادة العميد أهلا بك مرة أخرى، نعتذر على قطع الاتصال، وكنت تود أن تصحح المكان الذي وقع فيه هذا الانفجار. مناطق المعادي مسطح القادم من مناطق المشيرة ومتجه لمناطق الدايري، ما بيطلعش كوبري 90، بيمشي مسطح الأرض الدخول يمين. هو المكان بالضبط على يمين الطريق الدايري المتجه لمناطق الدايري المعادي. عشان كده احنا عملنا تحويله في القادم من مناطق القادم من مناطق الدايري، ما هيش هيتم الاستكمال اتجاه نفق السيراميك او اتجاه غرب الجولف، وايضا اللي جاي من مناطق المعادي او متجه مناطق التجمع ايضا هيتم تم التحويل بالفعل بنفس المكان، والدخول بداخل مناطق التجمع واستكمال مره اخرى العوده للطريق الدايري بعد تجاوز منطقه البلاغ، عشان الدخان في المنطقه ديت كثيف جدا. السيد اللواء خالد عبد العال مدير امن القاهره متواجد بنفس المكان، قيادات شرطه امن القاهره جماعه متواجده بنفس المكان، سيارات الاطفاء جماعها متواجده. بيتم حاليا محاوله السيطره حتى الان، وبيتم غلق بالنسبه للمصدر محادث الغاز اللي موجوده بنفس المكان عشان يتم السيطره على الحريق من خلال الاطفاء. طبعا سياده العميد، هو اصلا شارع 90 يعني منذ فتره يعني من عدة شهور كان في اصلا يعني اصلاحات على الارض، وكان هذا الشارع يعني مزدحم بطبعه منذ عدة شهور. ما احنا بناكد ان احنا مش في التسعين، هي على الطريق الدايري، على يمين الطريق الدايري المتجه لدايري المعادي، لكن هي هو المكان الانفجار بخطوط الغاز مش في المكان دوت، في المكان المتجه للدايري اتجاه مناطق الدايري على يمين البلد. طب انا يا سياده العميد، يعني حضرتك يعني المواطن السائر بعربته او يعني عايز يتجه الى هذه الاماكن، وخاصه ان هذه الاماكن طبعا فيها مصالح كبرى. طبعاً فيها احنا بنوجه من خلال حضرتك ووجهنا بالنسبه للتحولات المتواجده، وفي غلق للقادم من الدائري المعادي عشان ما يوصلش مع منطقه البلاغ من عند النفق قبل نفق التسعين، في غلق وفي تحويله للطريق، يتم الدخول اجباري اتجاه غرب الضوء اتجاه مناطق التسعين الداخلي، والعوده مره اخرى وصلت المناطق البيت قبل تجاوز النفق وكوبري 90 المتجه مناطق اتجاه الدايره. اما للقادم متجه مناطق المعادي، عدم استكمال اتجاه منطقه البلاغ والدخول يمينا في محور الان اي، والاستكمال حتى مناطق ميدان محمد زكي، والصعود مره اخرى اتجاه مناطق الدايري مرة أخرى لاستكمال رحلته. وده احنا عملنا تحويلة بالفعل نفس المكان عشان ما يتمش السماح للدخول في منطقة البلاغ حتى يتم الانتهاء من الإطفاء أو يتم السيطرة على الحريق المتواجد هناك. هو في استراتيجية طبعا يعني مهمة وجيدة دائما إدارة المرور سيادة العميد عماد بتتخذها دائما في مثل هذه الأزمات. طبعا زي ما قلت حضرتك في تحويلات، لكن هل هنا حضرتك يعني بيبقى في دورية راكبة أو مترجلة أو دورية سائرة تنبه المواطنين في المنبع قبل ما يتجه يعني إلى هذه الأماكن؟ يعني مثلا في منطقة مدينة نصر قبلها تقول له إن في الأماكن دي مزدحمة، وبالتالي ما يحاولش يتجه إليها في البداية يعني. بالفعل فندم، احنا نزلنا ده على المواقع كلها، وبيتم حاليا التواصل مع الإذاعة. أنت عارف حضرتك بتبقى الإذاعة أقرب بالنسبة للقائد السيارة من التلفزيون،
فبتبقى اقرب بالنسبه له في السماع. فاحنا في مداخلاتنا مع الاذاعه كلها ارشدنا بالتحويلات اللي موجوده زائد الخدمه اللي موجوده بنفس المكان، بيرشد بمكان التحويل او الطريق ماشي ازاي او اتجاه الطريق ازاي. ان شاء الله البلاغ ما يطولش معانا ويتم السيطره في فتره وجيزه ويتم عقد ذلك استئناف السير بالنسبه للطريق. لانك انت برضو يعني رجل مرور او رجل امني حتى بعض الاحيان بتضطروا الى غلق يعني بعض الشوارع حتى يعني، وبالتالي هنا المواطن يحاول ان يبتعد عن الشارع اللي فيه مصدر اي حادثه او اي. وده اللي احنا عملناه مجرد اللغمه بالبلاغ ده اللي احنا عملناه بالفعل، ان احنا نزلنا خبر هذه المنطقه تماما والتحويل اتجاه مناطق التجمع من الداخل عن طريق غرب الجولف والمنطقه ديت، والعوده مره اخرى للطريق الدائري بعد تجاوز منطقه 90 او المنطقه قصب كوبري 90 اللي هي البلاغ على يمينها على يمين البلاغ الخاص بالغاز. وعقد وايضا القادم من المنطقه الدائري ومتجه لدائري المعادي بيتم الدخول يمينا اجباري اتجاه طريق الان ايه ثم يسارا اتجاه ميدان محمد زكي، فالاستكمال اتجاه الدائري من مطلع نفق محمد زكي. هنا حضرتك انت بتبقى بين استراتيجيتين، يعني واحده ان المواطن نفسه عايز يقضي اعماله ويروح يعني شغل او يروح منزله، وفي نفس الوقت انت عايز تحقق استراتيجيه الناحيه الامنيه يعني او استراتيجيه المرور بانك انت بتمنع او في تحويلات. هنا المواطن بقى هنا ازاي بيستجيب لهذه الاستراتيجيه؟ لا هو انا لما بقفل حضرتك انا لازم اقول له، ما هو لازم يعرف الحقيقه ان في بلاغ حقيقه كبير في انعدام رؤيه في نفس المكان نتيجه الادخنه المتصاعده بنفس المكان، فيخشى على قائد المركبات من الاختناق او ما شابه ذلك او مصدق، عشان كده بيتم التحويل عن منطقه البلاغ لحين الاطفاء تماما بالنسبه للبلاغ. على العموم اشكرك جدا واشكر جهودكم سياده العميد عماد حماد مدير اداره الاعلام بمرور القاهره، كنت معي هاتفيا.